ترى الغايه وصلت لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقه ظهرت وبان انها قتلت. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، وتحيه هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفه العلاقه بينهم ايه؟ مفيش علاقه، كله كدب في كدب. انا ليه مش هتجوز انت؟ انت ما بتضحكيش، ما تبطليش كدب، حرام عليك. عفه عفه. انت مين يا اختي؟ ايه ده؟ ست غزال، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ده شغل امن يا اختي، تنكر يعني ما تعرفيهوش انت. تنكر؟ ارحب ارحب يا ست، يا ست غزال. نهار اسود نايل، عرفتني ازاي ده؟ جرايه يا ست، داخله كده يعني من غير لا سلام ولا كلام؟ مغاوري، انت عرفتني يا اخويا وانا داخله؟ ايه اللي عرفتي؟ وهل يخفى الجمر برضه؟ نهار اسود وبنيل، امال الطرحه دي بتعمل ايه؟ دول اكيد عكشوني ولاد الهرم. هو مين دول يا اختي اللي عكشوك؟ مالكيش دعوه انت. قوليلي عملوا ايه في المصيبه بتاعتهم؟ والنبي ما نعرف حاجه، دينا قاعدين مستنيين. اه صحيح يا ست، ايه في ناس قرايبك جم وعصوا عليك. قرايبي؟ قرايبي مين؟ هما اتنين يا ست غزال، واحد منهم قله بس قري محبتين، والتاني عينيه في وسط راسه. يا نهار اسود ومنيل، روحتي فطيس يا باريزه. باريزه مين يا اختي؟ انت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. جرايه يا ست غزال، مالك كده؟ في حاجه مخوفاكي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مغاوري، انا يا اخويا وحدانيه، لا عندي اهل ولا قرايب، انا ما عنديش غير جوزي اسمه نبي حرص وصينه اللي اسمه الاستاذ حافظ. يا حبيبتي حافظ، اسم الله عليكي، هو الاستاذ حافظ. لو حد تاني قال لك حاجه غير كده ورم له عينيه ولم عليه الخلق. يلا روح شوف اكل عيشك، وعايزه عينيك تبقى مفنجله قد كده اهو. حاضر يا ست، انا هفنجلهم لك على الاخر. ده انت تأموري يا ست غزال. وانت روح يا اختي اعملي لي اي حاجه كلها لحد ما يجوا، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي، ما احنا ياما هنشوف في البيت ده. بتقولي حاجه حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بقول لك الاكل على النار وزمانه اتحرق. ايه اللي هيتنحر؟ يبقى زوسخ انت وخلوصي في يوم واحد يا قادر يا كريم. خير يا قبطان، تاخد عم حافظ وتطلع على البيت على طول. ماشي يا قبطان. انت هتروح فين يا عم؟ لازم اروح اشوف محامي، لازم اشوف صرفة للموضوع ده. مش كان المفروض المحامي يجي معانا دلوقتي؟ انا كنت اعرف انها هتتعك كده. ما ترد؟ طب خلاص انا هاجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش، روح معاها ما تعصبونيش. ايوه ما ينفعش ما تعصبوهوش، خلاص يلا بينا قبل الصحافه ما تشم خالص. لا يا عمي لا، مش ممكن نسيب البنت لوحدها هنا ابدا، مش ممكن يا عمر. مش ممكن. يلا يا تيمة ما تضيعوش وقت بقى، يلا. رجليا مش قادره تشيل، حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا. يا متر انا جاي لك حالا. يلا يلا على طول، انا خلاص هوصلكم. يلا يا حبيبتي. يا متر حبيبتي يا بنتي. لا مش هينفع في التليفون، لازم اجي لك حالا. يلا اتفضلي يا مدام، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. اوعى تكون بقى مخنصر منه حاجه كده ولا كده. عيب يا مدام، ده كلام برضو كده بقى. نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد، اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. معلوم يا باشا، ده كله هنا. اي غلطه ممكن تبوظ لنا اللي تعبنا فيه. اطمن يا باشا وحط في بطنك شادر بطيخ اقرع. ماشي، هو ده الكلام اللي انا عايزه. انت جاي هنا تعمل ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يلا مار يا بنتي نسمع الاول. مش عايز اسمع اي حاجه يا ابوي. هو انا مش عايزك تسمعيني، بس انا كان لازم اتكلم وكان لازم اجي لك لحد هنا. انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ دي اخره معاملتي كويسه ليك واخره عطفي عليك تعمل فيها كل ده؟ تتفق عليا بمؤامره قذره؟ طب هي بتكرهني وبتغير مني، انت طوعتها ليه؟ عشان بحبك. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مقدر انك في بيتي، ما تخلينيش اغضب عليك. انا بقول الحقيقه يا عم الشيخ. اللي يحب عمره ما يأذي. لو يأس، لو يأس ممكن يعمل اي حاجه. سلمى فهمتني ان بالطريقه دي انك هتطلقي من عمر وتضطري تتجوزيني. اضطر اتجوزك يا حيوان يا قليل الادب. لمار تعالي. لا يا لمار، غور من وشي، غور، مش طايق اشوف وشك، غور. اسمع يا ابني، فكان ما جيت خد بعضك وارجع قبل ما ينفد صبري.
انا رحت للدكتور عمر وقلت له على كل حاجه. ايه رحت لعمر؟ كان لازم اعرف انك اشرف انسانه في الدنيا، كان لازم اعرف ان في شيطان هو اللي راكب دماغي وخلاني اعمل كل ده. اسمع يا ابني، الكلام ده ملوش فايده دلوقتي. انا همشي، بس انا مش عايز اسمع منك حاجه واحده بس. امشي يا فضل امشي. انا غلطت غلطه كبيره قوي واديني بدفع ثمنها كل يوم. ابوس ايدك تسامحيني، اوعدك انك مش هتشوفي وشي تاني. هجيب شويه حاجات وجايه يا مغاوري. ما تاخرش يا علي. فلانك فلانك بص انت نايم يا فلانك. لا بص ده ما فيش دبانه دخلت ولا خرجت. ابص وانا ده الدبان كله على وشك يا فلانك. معلش انا مش عارف اعمل فيك ايه يا فلانك. معلش مش نافع في اي حاجه خالص. معلش يا بص يلا خش على صاحبك. يلا نستخدم معاه 63 على 4. مش كتير عليه يا بص. لا مش كتير عليه، ما تلنجرش انت بس. يلا حط كمامه. جود مورنينج يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. شرحوا. اهلا وسهلا. ها هنا صحه القتال. فلنتبارز. فلنتبارز. ايه يا جدعان تبارزوا بعيد انت وهو من هنا يا قال. ايه دي؟ انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو؟ هنقول لك بنعمل ايه. تعال يا اخويا. اوه رايح هنا. ليتس جو فلان. ماشي من هنا يا ابني. ايوه مين الاول يا بنت عمرو مشتاق؟ ليه هو مغرق رجلك هنا بره؟ ايوه يا اخويا هو احنا نايمين جنب الباب. يا اختي ولا كلمه. ايه ده انتوا مين؟ هو انت مش خايفه من اللي انت شايفاه ده خالص؟ لا خالص. طب ستك فين؟ ستي مين؟ باريزه. باريزه قصدك ستي غزال؟ اي حاجه. طيب قول لي بقى يا اخويا، هو انتوا قرايبها اللي جيتوا قصيتوا عليها؟ اعتبرينا كده. قاعده بتاكل جوه، اغرف لك معاها؟ فلانك عمر بص بس العجله دي بسرعه هتاخد وقت مننا. يا بص اخلص يا فلانك. ولوزي لا 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 بلع اللقمه. روح امك لا تشرقي وترحمك مني. كفايه 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 اطلعي مني يا بت. تلبسين العمة ها؟ فاكرة روحك هتزوغي مني ها؟ لا والله العظيم. بس أنا قلت لك إيه قبل كده؟ قلت لك إيه؟ قلت لك أنا الملك وأنت الكتابة، يعني في ظهر بعض طول العمر. أصل أنت قلبت السي دي وبعتيني، صح؟ لا والله أنا أقدر أبيعك، ما أقدرش أبيعك يا ابني. كل اللي حصل ده إيه؟ ها؟ خلوصي. خلوصي يا باريزة. ما كان قصدي أعمل حاجة خالص يا خلوصي. كله تمام يا بص. فسيت البت؟ عجنت. عينك زغت يا بنت الهرم على العز. صحيح شايف هذا فلانك؟ عز ايه ونغنغه ايه وفراخ ولحمه، لكن خلوصي تغور وتغور ايامه. عادل ادهم يا بص. ما البني ادم ما يملاش عينه غير التراب يا فلانك. اسمعني بس يا خلوصي اسمعني، انا برضك باريزه. ما انا عارف انك باريزه، وانا بقى اللي هفك الباريزه واخليها صاغات ممسوحه، يعني ولا ملك ولا كتابه، براني يعني. ليه بقى اروح امك؟ عشان اما ارميكي تردي لي تاني. هتعمل ايه يا اخويا؟ هيعمل الصح. لا انا المره دي هعمل غلط يا فلانك. ايه تقلق يا فلانك؟ باريزة تقلق من عز يا فلانك. سارة مين؟ وانا اصحابي اللي شاور يا بص. يا مغاوري مغاوري انزل. حاضر يا ستاني. تلاقيه مقيل كالعاده. مقيل هو ده وقته؟ ايه ده الحاج ستاني؟
الحس حافظ مغاور متربط ومضروب شكلها فيها حرامية. تقول ايه؟ حر اسود. حرامية ايه؟ يا نهار اسود. يا ربي احنا ناقصين المصايب اللي عماله تتحدث. ايه ده؟ بنتي هنادي، هنادي اللي حصل في مغاور من هنادي كمان. يا هنادي قومي يا ست، لازم نطمن الاول يكونوا سرقوا حاجه ولا كده. بقتلوا الواد اللي بره خالص. بص يا عمي الحق هنادي. هنادي يا بنت، هنادي الخيبه يا ربي، هو اللي بيحصل لنا ده؟ قومي يا بنت. بنت بنت عايشه، عايشه لسه الحمد لله. ايه يا بنت اللي حصل لك؟ الحراميه يا ستي. طب حصل لك انت حاجه؟ لا لا، جريوا جريوا الحمد لله. طب هما كانوا بيعملوا هنا ايه؟ كانوا جايين للست غزال. غزال؟ وهي غزال جت هنا؟ ايوه يا سيدي، كانت جايه تطمن عليكم. تطمن علينا؟ راحت فين؟ راحت فين الطائر؟ بينهم خطفوها. ما قدرتش اروح. هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم البنت ضاعت. المحامي ما قدرش يعمل لها حاجه. اقول لهم القضيه لابساها لابساها. أقول لهم يا ربي؟ لقيت نفسي ماشي ورجلها جابتني لحد هنا. بيتك ومطرحك يا كابتن. احنا نبتيك بروحنا يا كبير. يا عيني عليك يا قبطان، ده انت تعبان قوي. تعبك راحة يا اختي. اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ اشمعنى؟ هو مفيش في الدنيا دي غيري؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه يا ربي؟ عملت ايه؟ ليه بيحصل معايا كده؟ طب استهدى بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. اهدى يا قبطان، اهدى مش كده. اهدى انت يا اختي مش كده. يا قبطان ما تقولش كده، دي غمه وان شاء الله بعد بكره هتنزاح. ده اختبار من السماء. محدش يقول لي الكلمه دي. اختبار ايه؟ هو مفيش غيري في اللجنه؟ طب ريح يا اخويا ريح، ده انت على اخرك كده. رزه ناوياها ناوياها. ليك يا اخويا اطلع منها انت. انا خلاص مبقاش ليا طاقه لكل ده بجد، مبقتش قادر. مش معقوله كل ما اخرج من مصيبه اقع في مصيبه انيل منها. طب استهدي بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. انتوا مصدقين يا اخوانا اللي بيحصل لي؟ هو انا وحش قوي كده؟ حاشا لله. يعني استاهل اللي بيجرى لي ده؟ حاشا لله. هو انا شيطان مثلا؟ لا 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 لا، هو مش انا اللي بغلط لوحدي في الدنيا يا جماعه؟ ما كل الناس بتعك، اشمعنى انا؟ مش كده يا كابتن، انت هتكفر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده، استغفر استغفر وريح. يا عيني عليك يا قبطان. بتقول له يا عيني عليك يا قبطان مش يا اخويا. أنا كده ابتديت. العظيم يا رب، استغفر الله. استغفر الله يا قبطان، استغفر الله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ماشي. أنت رايح على فين؟ ما أنت قاعد وسطينا كده ومريح. دي فيها بيات يا معلم. دي بتقول له وسط دينا. طمن يا معلم، انت اخويا. يا ريت. فهيم يا ابطال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لازم اشوف محامي، الف البلد كلها اشوف محامي. لازم تخرج، لازم تخرج. عايز ايه؟ جاكيته. ايه؟ خد الحق المحامي. قبطان تعالي. يا ريح عالم. طوب علينا ربنا. عارف انت بتحكي ولا بتعيطي؟ تفتكر هتفرق يا رب؟ طيب دنيا كراكيب مش فاتت كتير. وبعدين بقى احنا كده هنتأخر، وبعدين انت جبتيني على عمايه وانا ما اعرفش حاجه، وقلتي لي اسيبك لوحدك، واديني سبتك مش قادره اسيبك اكتر من كده. يلا يا حبيبتي يلا. عارفه احلى حاجه في الموت ايه يا يارا؟
انا ساكت ما تكلمش في دقايق يا دوب حفرة لما جتت الواحد وردنا عليه كل بلاوي. طب يلا حبيبتي يلا قومي نروح احنا النوم ملهاش قومة تانية يا رب جسمي بيرتاح المخ بيفصل قلبي بيسكت هو كمان سكت يلا حبيبتي نمشي المكان هنا هو ومفيش حد غيرنا واحنا بنات لوحدنا خايفة يا رب طبعا خايفة وكمان خايفة عليكي اللي انت بتعمليه ده مش كويس علشانك واخرته وحشه يلا حبيبتي عشان خاطري يا سالي اكتر من اللي حصل بابا مات سابني مش راجع تاني ساب ورا فضيحه وقضيه بس اني فرقت حصل لي ايه تاني يا ابني خلينا هنا قاعدين مع الأموات خلينا يا رب بس بابا ما كانش بيحب ياكل السمك عملك الاسود اللي طالع لك في كل حته. انا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ جيت زي اوسخ كيس زباله متلقح على ظهر عربيه كارو. يا خلصي فهمني فهمني بس انا انت عايزه الذبح على امك وحياه امك. بص يا باريزه انا قلت لك قبل كده كلها شوارع مفتحه على بعض وكله سالك على كله هتروحي فين مني يا بنت الشوارع؟ يا اخي انت ايه؟ انت ايه؟ انت لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل ما تقتلني بقى الوجه اللي عتقني ما انا ممكن اعتقك يا باريزة بس هما مش هيعتقوكي عايزين يقتلوكي يا بنت الكلب فوقي يقتلوني مين دول وليه؟ انا مكرر عليك يا باريزة ومدفوع لي العربون وادي القرشينات هي روح امي صدقها شميها يمكن تفوقك عرفت لما بتخرجي مرتاح خلوصي بيحصل في امك ايه؟ كفايه بقى كفايه لو عايز تقتلني اقتلني وخلصني من الدنيا دي انا مش هتفرق معايا اقتلني يا بنت الكذبه انا عايز اقتلك كنت خلصت عليكي وانت مغفله من ايديا انا طول عمري مغفله من ايديك عشان بحبك سبت لك روحي دوست على جدتي اديتك الامان بدل المره 100 كل مرة كنت بتبيع وتشتري في أمي اللي خلفوني أنا معرفش في الدنيا دي غير الشارع غير الشارع اللي انت ورمطتني فيه حتى اليوم اللي جيت أهرب منك فيه رحت نفس الحتة اللي انت تاوتني فيها غميت عيني ورميتني رجليها بالسكك تنحش فيا وانت تقبض وتيجي آخر الليل تضحك عليا بكلمتين تقولي ما حدش مسك الشمشمة زي ما تكون الشمشمة مش لما وسخت الليل عايز تعمل فيا ايه تاني حرام عليك حرام عليك يا تاني بقى تينا طمني المحامي قالك ايه؟ سيبك من المحامي دلوقتي ايه الكلام اللي بيقوله مغاوري ده؟ وبلغتش البوليس ليه؟ بوليس ايه بس دلوقتي هو ده وقته حبه قلاديش من عينه مرات عمك شبهها كده كانوا قصدنا هي وهيغارت في 60 داهيه سيبك من القرف ده كله طمني المحامي قال لك ايه وفي ايه مالها عماله تقفل من كل حته كده هي كانت ناقصه كمان اشكال زي دي تدخل بيتي الزباله ما تجيبش لك لب السكه دي آخرة ما جايب عمك وكنت زعلان قوي لما طردت وطردتها رحميني بقى رحميني بجد أنا مش ناقص أنا كمان مش قادرة استحمل مش قادرة استحمل إني سمحت
بنتي اللي انا ربيتها يطلع منها ده كله ليه يا سما كده؟ عملنا فيك ايه؟ انت متربيه بنت محترم بقى البنت بنت امبارح يطلع منها البلاوي دي كلها ليه بس كده يا ربي؟ لا انا هتجنن. عملت كده امتى وازاي وليه؟ سألتها نفس السؤال قالت لي كانت بتلطش عشان احنا كنا ملايين عنها كل واحد اتلهب اللي ليه ونسي اللي عليه. عمري ما تلهيت عنكو، عمري ما تلهيت عنك يا سما. انا كنت لافة وراك زي المخبر، كنت بسأل عنك كل شوية وراكي بالتليفون، رحت عند اصحابك اكلمك واعرف اخبارها منهم واسال عليها زي الدبان وراكي، افضل ماشي وراها في كل حته ومن غير ما يتحس قفشتها مره واتنين وتلاته، ومحبتش اكبر الموضوع عشان انت ما تعرفش تحصل مشكله، ولما اقعد واحده مع نفسي اقول البنت عيله وبكره تكبر وتعال. العيلة الصغيرة كبرت واتجوزت وبقت متهمة بجريمة قتل، واحنا بعيد عنها. أنا عارفة إن أنت عاوز تشيلني الذنب كله لوحدي، عشان دي المرة الوحيدة اللي فكرت فيها لنفسي واتجوزت الإنسان اللي بيحبني وبحبه. قولها يا عمر من غير لف ولا دوران، قولها. قول لي انك كنت عاوز تعيشني هنا خدامه بقيت عمري عندكم في البيت، وارضى بلقمتي والعيشه اللي انت كنت معيشاني. اخر حاجه كنت اتوقعها ان ممكن يجي اليوم ان بني ادم يقف بيني وبينك. يا يتيمه يا غازي، قدر في كام شهر انه يغيرك ناحيتي ومسح عمري كله بستيكا. عندي لهفة محامين كتير أوي، يمكن ألحق أخطبك. مش رايحة مش رايحة مش رايحة. عايزة حاجة يا صفو؟ لا لا مش عاوزة حاجة. أنا قلت لها مش عاوزة حاجة. امال ايه اللي كان مخرجك من اوضتك دلوقتي؟ مفيش، انا عاوزه انام، انا خلاص خلاص هنام. حبيبتي لو عايزه حاجه قوليلي. لا مش عاوزه حاجه، انا خلاص خلاص هنام. طيب انا اللي راضي معاكي وهعدي عليكي تاني اطمن عليكي. وهي قاعده القعده دي ودمعتها ما نشفتش من على خدها.
طيب أمانة عليك يا سيدي حافظ مني، وهي بتهون عليها دي الست خلاص استوت على الآخر، استوت ده احنا خلاص أنا اللي استوت. ما حدش يقول كلمة حق في البيت ده صح؟ حاضر حاضر. طب اهون عليك ازاي وانا عايز اللي يهون عليا؟ عشان اللي حصل للغندوره بتاعتك؟ لا، عشان اللي حصل لكل اللي بنحبهم. ولقيتها دي بنت غلبانه ضايعه، ما صدقت لقيت واحد مسكت في ديله عشان تدار تحت جناحاته، وده اللي مخليني ألف وأدور عليه علشان ألحقها. هو عمر لسه ما جاش؟ عارفة يا تينا، كل ما أقول خلاص الدنيا بدأت تضحك، حتى لو بتندع ضحكة صغيرة تلاقيها بتضحك علينا مش لينا. لا 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 اوعي توعي، عارف انت لو وقعتي كلنا هنقع. انا بموت يا عم. سما سما وحشتني قوي، البيت ملوش طعم من غيرها. صباح النور. انا اسف اني جيت من غير ميعاد كده الصبح. الكلام ده ما يتقالش بينا يا عمر. مالك، هو انت تعبان؟ شكلك مش نايم من امبارح صح؟ يعني شويه مشاكل عادي. مشاكل ايه بقى؟ الشغل ولا في البيت؟ نمد على ده. لمر انا عرفت الحقيقه. والله طب كويس. حقيقه ايه بقى؟ اللعبه الحقيره اللي عملتها صاحبتك. ومين اللي قالك؟ فضل. صدقت فضل يا عمر وانا ما سمعتنيش؟ لما راي حد مكاني كان هيعمل كده واكتر كمان. عارف يا عمر، قعدتي هنا خلتني اكتشف حاجات كتير. عارف انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ايه؟ ان اتسرعنا قوي في الجواز. اكتشفت انك ما بتحبنيش؟ بالعكس، دي اكتر حاجه انا متاكده منها. انا حبيتك بجد وانك برضو حبتني. امال اكتشفت انك اتسرعت في ايه؟ الحب لازم ثقه تتبني علشان تشيل البيت وتحمي الجواز، وده اللي احنا ملحقناش نعمله
عشان كده ضعنا في أول مطب شك قبلنا. لمار، ربنا وحده اللي عالم أنا جايلك وأنا فيا إيه، وشايل جوايا قد إيه، وتعبان قد إيه. أنا لا حمل فلسفة ولا حوارات ولا من أدب. أنا جيتلك لما حسيت إن المفروض أجيلك وحقك إني أجيلك، مهما كانت الظروف اللي أنا فيها. أنا مقدرة مجيئتك دي، بس تفتكر إن ده كفاية عشان نرجع لبعض؟ اللي حصل يا لمار أنا ماليش ذنب فيه. ولا أنا ليا ذنب فيه. مع ذلك أنا شلت الذنب كله لوحدي، لوحدي يا عمر. قرارك الأخير؟ سيبني لما نفسي وأصلح اللي باظ فيها واتكسر. أنت ما تعرفش أهمة الشك دي بتعمل إيه في قلب الواحدة. بتحس كل يوم بالقهر والذل والإهانة. واضح إن ما كانش المفروض أجي دلوقتي وأنا في الحالة اللي أنا فيها دي. المفروض في كلام كتير اقوله، بس مش قادر اقول حاجه. اشوف وشك بخير عمر. خلي بالك من نفسك عشان خاطري. غازي ما راحش الشغل ليه؟ عايزه اقول لك يا ستي من الصبح على القعده دي وهاري نفسه قهوه وسجاير. طب اعمليها كمان قهوه بسرعه. حاضر. يا غازي ما روحتش الشغل ليه؟ يا خبر، ايه كميه السجاير اللي انت شاربها دي كلها؟ يا حبيبي قد كده زعلان عشان سما؟ سما ربنا معاها وان شاء الله تطلع منها. امال في ايه؟ مفيش حاجه، انا هقوم اشوف شغلي. لا لا لا، استنى استنى بس، قولي مالك؟ انت كنت امبارح كويس قوي، ايه اللي حصل؟ انا لما لقيتك مخنوقه وتعبانه عشان اللي حصل لسما ما كانش ينفع انا اتكلم او اقول اي حاجه. يبقى في حاجه، قول اتكلم. فيك ايه؟ مفيش حاجه يا تينا، بقى انت مش ناقصه. لا انا مش هسيبك الا ما اعرف في ايه. انا في كارثه، يمكن اتسجن علشان عليا مبلغ كبير قوي. عمر انا هموت هنا يا عمر، انا خايفة قوي. ليش ده وضع مؤقت، اكتر من المحامي قال لي الكلام ده. انا مش عارفه يعملوا فيا ايه. ولا حاجه ولا حاجه ولا يعملوا فيكي حاجه، ما تخافيش. مش تعبت يا ودي. هلا ودي، ما تخافيش وطمني خالص. طمني عليك، انت تاكلي وتشربي، انا ببعت لك اكل كل يوم. طمنيني، انا مش عارف انام يا سما. انا عارفه ان انا سبب المشاكل اللي انت فيها دي كلها، بس القرف ده. بس انت مهمتك تغلطي وانا هشيلها عنك، اتفقنا؟ مش انا اخوك الكبير وده مش وقت حساب دلوقتي خالص. أنا سرقتني السكينة، ما كنتش حاسة أنا بعمل إيه لحد ما لقيت نفسي هنا. معلش يا حبيبتي ولا يهمك، ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص. المهم طمنيني عليكي، ناقصك إيه أجيبهولك هنا؟ محتاجة أجيب لك إيه؟ عايزة أفضل في حضنك لحد ما أخرج من هنا. أنا
لو سمحت يا أنسة. خير، مين حضرتك؟ المقدم أحمد حسام، مباحث القاهرة. مالك يا حضرة الضابط؟ داخل علينا كأنها شقة مفروشة، دي عيادة وفي ناس عيانين كتير. مش عايز رغي كتير لو سمحتي، دي عيادة الدكتور عمر النواوي. خير يا خلال، في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ يا جماعة يا ريت كل واحد يخليه مكانه بلاش شوشرة. لا محتاجين نفهم في ايه اللي حصل؟ لو سمحت. خير يا جماعة، في ايه؟ أنت الدكتور عمر النواوي؟ أيوة أنا. طب اتفضل معانا لو سمحت. اتفضل معاك فين يا حضرة الضابط؟ من فضلك يا دكتور، من غير أي شوشرة. اتفضل معانا. طب ممكن افهم فيه؟ في امر بالقبض عليك. اللي قالك انها مستاهله اعمى واللي على